للأسف منتخب مصر بيتزايل ترتيب المجموعة الرابعة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية اللي هتقام إن شاء الله يوم 20 هتقام يوم هتقام 2023 في كوت ديفوار. عفوا، يعني مباراة كانت سيئة جدا لمنتخب مصر. النهاردة بنشوف واحدة من أسوأ مباريات منتخب مصر، خاصة في الشوط الأول اللي المنتخب اتأخر فيه 2-0 قدام إثيوبيا، وفي الشوط الثاني قدر منتخب مصر إن هو يخرج برضه بأقل الخسائر. قدر يحافظ على النتيجه تفضل 2-0. اه انا يعني احنا احمد كنا لك بنقول في الشوط الاول انت ان يعني حضرتك اهم حاجه بالنسبه لنا في الشوط الثاني ما يدخلش فينا اهداف، لان كان النهارده كنا ممكن نخرج بفضيحه النهارده. انا اعتقد ان هو قدر يحافظ على النتيجه، مش عشان هو اداؤه كان بقى اداؤه بقى اعلى، لا هو يا كابتن احمد اللي حصل ان منتخب اثيوبيا اطمأن للنتيجه خلاص. لما شعر ان منتخب مصر بدون انياب، اه واخد بال حضرتك؟ يعني 2-0 فبالتالي برضه بالنسبه لهم مهمه. نتيجه كبيره بالنسبه لهم، وحس ان المنتخب بدون انياب، وبالتالي هو حتى اداؤه بدا يقل، رغم انه راح منه هدفين في شوط تاني. منتخب اه اثيوبيا راح منه هدفين في برضه شوط زي الشوط تاني. الاول، يعني كان منتخب اثيوبيا دايما بيضيع كابتن الفرص. احمد، احنا لا طعم ولا شكل ولا ريحه ولا اداء، يعني احنا ما عندناش حاجه نقدر نقول المنتخب النهارده قالها. يعني احنا عندنا حاله من الاستياء، تمام، باسم مصر الكبير واصحاب الرياضه في الكره في افريقيا وفي العرب. يعني علامات استفهام كتير يا كابتن احمد، مش عارف مين مسؤول عن كده. لازم يكون فيه اكيد متسبب لما وصل اليه منتخبنا النهارده في اسوأ 90 دقيقه، يمكن في اخر 30 سنه دي اسوأ 90 دقيقه لمنتخب مصر. يعني الكلام دلوقتي كله على اداء منتخب مصر بصرف النظر عن الخساره، لكن اداء النهارده كان اداء كارثي من منتخبنا. بيخسر 2-0 من منتخب اثيوبيا، بيتزيل مجموعه فيها غينيا وملاوي واثيوبيا، 3 نقط لكل فريق، لكن منتخبنا يعني في المركز الاخير بفرق سالب هدف، كسب مباراه 1-0 وخسر مباراه 2-0. نفس الموضوع بالنسبه لكل منتخبات المجموعه اللي بقى عندها 3 نقط دلوقتي. صح، غينيا لسه قبل لحظات في نفس توقيت منتخبنا كسبت ملاوي بهدف دون رد بعد الدقيقه 90 سجله نبي كيتا. اه يعني الثلاث الاربع فرق متساويين، لا انا متساويين، لكن منتخب مصر المركز لا الاخير شوف غينيا، فرق الاهداف. غينيا ملاوي لحد الدقيقه 90 هو في رغبه عند غينيا انها تكسب، وعند ملاوي انها تكسب، في ده داخل المستطيل الاخضر مع الحقيقه فريق خبراتهم مع منتخبنا. مباراه كانت في منتهى السوء من منتخبنا النهارده، حتى ما كانش فيه، يعني كنا قاعدين بنتفرج على الماتش ما فيش حد بيحاول محاولات، يعني الاداء في الشوط الثاني الى حد ما ما فيش كابتن احمد. لا في اخر الشوط الثاني بعد الدقيقه 85 واحنا بنتفرج على المباراه مع الزملاء كلنا، قلت لحضرتك ان احنا من الدقيقه 85 بدانا نعمل هجمه واثنين ونوصل لحارس مرمى منتخب اثيوبيا. فاكر لما قلت مش في الشوط الاول مش كده؟ وفي الشوط الثاني من الدقيقه 85 لحد الدقيقه 94 او 92 هم الهجمه او الاثنين اللي احنا وصلنا بيهم. كابتن احمد، اخطاء في التمرير، اخطاء في التمركز، اخطاء في التغطيه الدفاعيه، اشباح في الملعب. مش هي دي يا كابتن احمد، مش هي دي الفرقه، وهو ده قوام المنتخب اللي وصل نهائي امم افريقيا في الكاميرون امام السنغال. مش هو نحط طب تساؤل قدام الساده المشاهدين دلوقتي، النهارده منتخب مصر بيخسر 2-0 مع الرأفه، ونحط تحت مع الرأفه دي 1000 خط. مع الرأفه وايه؟ يعني منتخبنا كان بيقدم مباراه سيئه في منتهى السوء النهارده، في غياب محمد صلاح، في غياب تريزيجيه، في غياب النني، في وجود ايهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، في وجود حاله غريبه، معظم اللعيبه النهارده كانوا ظاهرين عليها. يا ترى مين السبب بقى في الخساره والشكل السيء اللي ظهرنا بيه ده؟ هل ايهاب جلال، غياب النجوم الكبار، هل اللعيبه اللي ما كانتش موفقه النهارده ومش في حالتها؟ يعني محتاجين نشوف تعليقات حضراتكم، لان احنا كنا بنتفرج على المباراه، يعني بصراحه الواحد كان الموضوع غريب جدا. هل اللعيبه فوجئت ان عندها ماتشين مهمين هيقاموا في اقل من اسبوع؟ ما اعرفش. صحيح، هل اتحاد الكره وفوجئ بكده؟ خلينا بقى نروح بقى لحاجه تانية بصراحه يعني خوفتني النهارده. اتفضل. النهارده الاتحاد الكوري الجنوبي اعلن نفاد تذاكر مباراه مصر وكوريا الجنوبيه الوديه اللي هتقام ان شاء الله يوم 14 في العاصمه سيول. مباراة هتقام 70,000 متفرج. هي مباراة ودية وكل حاجة، لكن 70,000 متفرج في كوريا، مباراة ودية، فريق بيلعب كرة سريعة، يعني مش هفتي واقول ان انا بقعد اتفرج كل اسبوع على منتخب كوريا، بس اللي معروف تيجي فرق اسيا بالذات على الاقل كوريا مثلا بدنيا اعلى مننا يا كابتن احمد، على الاقل بدنيا سرعة، التذاكر تنفذ، معنى كده ان الجمهور هناك تمام متشوق تمام لرؤيه منتخب بحجم منتخب مصر، بصرف النظر عن النتيجه بقى. ربنا يستر. ايوه شفت بقى، معلش، ما هو ده بقى ده بين السطور.
70,000 متفرج في استاد في العاصمه سيول، تمام؟ الجمهور متشوق ان يشوف ان يرى كوره، تمام، في العاصمه في بلده مع منتخب بلده، تمام، بحجم منتخب مصر. 70,000 متفرج هيتفرجوا على منتخب مصر اللي شفناه النهارده ده، خليكم متخيلين كده 70,000 متفرج في كوريا الجنوبيه، منتخب كوريا الجنوبيه في الملعب يا كابتن احمد، غير شاشات التلفزيون. اه لا، احنا خلينا بنتكلم على ملعب يعني. النهارده شفنا منتخبنا بيفقد توازنه تماما قدام فرقه زي اثيوبيا، مع كامل الاحترام لمنتخب اثيوبيا والكره الاثيوبيه، لكن النهارده منتخب مصر ما كانش في، مش هنقول في، مش في حالته احمد، انت ما كانش موجود اصلا. انت قبل الهوا، قبل ما نلتقي بالساده المشاهدين، انت سالتني 3 مرات قلت لي في حاجه في التحكيم، في حاجه في التحكيم هنطلع يعني. الصراحه يعني ما عندنا احنا يكون في حاجه في التحكيم، نفسنا كنا نشوف اي حاجه يعني. لا يعني يعني حتى انت بقى يعني ما فيش كوره مثلا كنا جوه ال 18 وجت في ايد حد، وقعنا، حصل اي حاجه يعني. منتخب مصر كان منتخب اليف النهارده قدام منتخب جدا اثيوبيا، وما كانش ليه اي انياب. وصل لمدرب اثيوبيا ولاعيبه اثيوبيا ان هو منتخبنا ما فيش انياب، بالتالي الشوط الثاني هم اقل هدوءا من الشوط الاول يا كابتن محمود، ويمكن انت تابعت وشفت. هم الشوط الثاني يا كابتن هم اقل هدوءا كثيرا من الشوط الاول، واقول لك حاجه، كان عندهم حاله من الاطمئنان ان منتخب مصر مش هيسجل. كانت باينه. باينه، ما هو مفيش، ما هو احنا وصلنا في الدقيقه 85 بعد التغيير اللي هو عمله احمد رفعت يعني تخيل في الشوط الاول احنا عاملين 3 تغييرات لاول مره تقريبا في تاريخ المنتخب. 3 تغييرات بيقفل 3 تغييرات الدقيقه 35 في الشوط الاول، ده اكيد بيدل على ان كان في كوارث بتحصل كده. كان في ناس بره الموت خالص، كان في ناس مش موجوده، مش عارفين. منتخب مصر النهارده اختفى قدام اثيوبيا تماما، بيخسر 2-0 مع الرقفه، وعندنا مباراه وديه ان شاء الله مع كوريا الجنوبيه على ملعبهم ووسط جماهيرهم قدام 70,000 متفرج. والاتحاد الكوري اعلن النهارده نفاد كل تذاكر المباراه. المباراه هتكون اختبار غايه في الصعوبه طبعا. انت حضرتك كنت من يعني الناس اللي بتتابع كابتن احمد، او الناس اللي بتغطي منافسات منتخبنا في امم افريقيا من ملعب المباراه، وكنت بتغطي من هناك. انت شفت مصر في اي مباراه من ماتشات امم افريقيا بهذا المستوى؟ ما اعتقدش. حتى منتخب، حتى ماتش نيجيريا الاولانيه، الاول مباراه منتخب مصر خسر فيها نيجيريا بهدف بس عادي يعني. احنا خلينا ناخد الجزاء، ما حسبهاش بكالي جسامه، وخلينا يعني في خلينا حاجات وخبر. لكن وهو ده المنتخب اللي وصل المباراه فاصله لتصفيات كاس عالم مع السنغال يا كابتن احمد، وكنا اقرب للوصول لولا التوفيق وعدم التوفيق في ركلات الترجيح. انا مش عارف في حاجه. الحاجه الثانيه بقى اللي انا عايز اقولها واسيب حضرتك، تمام، وتقول لي راي حضرتك ايه. انا خايف نكون يا كابتن احمد بنضيع وقت. واعتقد انت طبعا كراجل صحفي رياضي كبير ومتابع، يعني فاهم يعني ايه بنضيع وقت. يعني هل مفيش نص كوبايه مليان نقدر نبص عليه ونستنى وقت وناخد والاداء اللي فيه الاداء بتاع ماتش غينيا كان يقول لك ان في ربع كوبايه مليان؟ ما هو معلش، لو جينا برضو رجعنا ورا شويه، ما هو المنتخب يعني في الفتره اللي فاتت بقى لنا سنين طويله مش بيلعب كوره حلوه. كابتن احمد النهارده كان في حاله انهيار، حاله انهيار تماما. كابتن احمد والله حضرتك من منبر يوم السابع، تمام، وحضرتك متابع مش متابع جيد، لا انت متابع مهني بشكل عالي، تمام. ايهاب جلال لم يتحمل الضغوط الاعلاميه اللي هتحصل عليه في الفتره اللي جايه. ربنا يستر يعني على منتخبنا، وطبعا احنا بنتمنى كل التوفيق للمنتخب. احنا مش مع حد ضد حد، مش عايزين حاجه معينه طبعاً يعني طبعاً. احنا طبعاً كل اللي يهمنا منتخبنا. النهارده كل اللي بيتفرج على منتخب مصر اكيد زعل، اكيد كل اللي بيتفرج بيشوف منتخبنا بيأدي بالشكل ده، منتخبنا بيظهر بالشكل المتواضع ده قدام منتخب اثيوبيا، منتخبنا في نهايه اليوم بعد جولتين من تصفيات كاس الامم الافريقيه بيتزايل المجموعه. مش عارفين يعني. هو لو كانت خساره عاديه كان الموضوع عادي، لكن انت احنا بنتكلم دلوقتي في خساره باداء. انت اثرت نقطه كابتن احمد، اثرت نقطه مهمه صعب جدا، اثرت نقطه مهمه جدا يا كابتن احمد. فعلا احنا حاطين ايدينا على قلبنا منها جزئيه ان التذاكر نفذت في 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 ماتش. طبعا انت هتروح تلعب كوريا، ماتش مقفول، ملعب مقفول، ناس عايزه تشوف منتخبها، تستمتع بالمنتخب، فريق متاهل كاس عالم برضو، خلينا يعني ايوه لا يستعد قدام منتخب الفراعنه اللي وصل نهائي امم افريقيا، نهائي امم قاره. هو اكيد الصوره هتكون ان هم بيستعدوا لفرقه صلاح بقى، والسبوت كمان على منتخب مصر هناك كبير عشان سون وصلاح. فعايزين يشوفوا المنتخب، فيعني محمد صلاح هيكون غايب، في برضو غيابات كتير عن المنتخب،
مش عارفين المباراة دي هتروح بينا فين، ربنا يستر. هي في الاول وفي الاخر هي مباراة ودية، لكن احنا دلوقتي بقينا بنتكلم على شكل منتخب مصر النهاردة اللي بيتفرج على الشوط الاول بالتحديد. يعني خلينا نقول الشوط الثاني كان شوط وحش، شوط خلص في النهاية، ده شوط خلص 0-0. ما فيش روح، ما فيش رغبة عند اللعيبة ان هي يعني تخلي الفرق واحد مثلا، مش هنقول نتعادل او نكسب، يعني نهدد منتخب في اثيوبيا. ما كانش في اي حاجه خالص عند الجمله اللي حضرتك قلتها دي، ما فيش روح، ما فيش رغبه. انت الشوط الثاني قلت 0-0، ما فيش روح وما فيش رغبه. ومنتخب اثيوبيا بدا يديك المساحه ان انت تهاجم، برده ما فيش روح وما فيش رغبه في 45 دقيقه. يا كابتن احمد، لا انا 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 بتكلم كمصري، مش كراجل. اكيد احنا ككوره على مطرح، يعني شفنا شكل سيء، شفنا يعني احنا لما غياب تام عن كل التقدير واحترام، لما تكون مجموعتنا فيها غينيا وملاوي واثيوبيا، احنا عايزين مجموعه شكلها ايه عشان نتصدر قمه المجموعه كابتن احمد؟ يعني من هنا بنسال سؤال كابتن عادل، ايه اللي منتخب مصر محتاجه الفتره دي؟ محتاج ايه منتخب مصر؟ عندنا مباراة ودية، هو طبعا كابتن إيهاب جلال جه في وقت ضيق جدا، بنعترف بده، لكن خلينا نفتكر ان كيروش برضو جه في وقت كان الدنيا صعبة، كنا في تصفيات كاس العالم وعايزين نطلع الدور الفاصل، وعندنا ماتش مهم مع ليبيا، كان النتائج كانت مش احسن حاجة وقتها، صح، نفس الظروف تقريبا، ونفس الظروف تقريبا، نفس الفرقة تقريبا، بس عمل كورة، كان في كورة يا كابتن احمد، حتى هو بص هو ما حققش اللمسة، بانت من أيوة. يعني شفنا عمر مرموش كان مغامرة من كيروش وقتها، ما حققش يا كابتن احمد بطولة، يعني كاس العرب ما خدش فيها بطولة، امم افريقيا ما حققش، اوكي ما وصلش كاس عالم، لكن كان في شكل اداء في الملعب، كان في شكل اداء في الملعب. انت قلت حاجة جميلة قوي، قلت يا عمر مرموش واحمد، انا هقول لك حاجة، كيروش اكتشف 10 لاعبين جدد لمنتخب مصر في وقت ضيق، يعني كل التوفيق لمنتخبنا، كل التوفيق لكابتن إيهاب جلال، كل التوفيق للكرة المصرية طبعا فيما هو قادم، مستقيم طبعا من أداء ونتيجة مباراة النهاردة قدام أثيوبيا. منتخب مصر بيخسر 2-0 في الجولة الثانية من تصفيات كاس الأمم الأفريقية، أداء مش أحسن حاجة، روح كانت غايبة، نتيجة كمان مش أحسن حاجة، ترتيب منتخب مصر دلوقتي المركز الأخير في المجموعة الرابعة من تصفيات كاس الأمم الأفريقية 2023 بعد أثيوبيا، ملاوي، غينيا، مصر. بس عندنا أمل يا كابتن أحمد، الماتش المقبل، الماتش القادم لمنتخب مصر في سبتمبر، ففي النهاردة عندك شهر 7 كله تقريبا، وعندك شهر 8 نص سبتمبر، أعتقد هيبقى في فترة يقدر منتخب إيهاب جلال يعمل مباريات ودية، يعمل معسكرات، يحصل يعني، أنا برضو مش عايز أقول التجانس، لأن معلش مفيش وجوه جديدة على المنتخب، اللي كانت موجوده لسه في فبراير ومع مع 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 كروش، يعني اسماء اثنين مش في مارس صار، يعني في مارس في 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 تصفيات كاس العالم، يعني المباراه الفصيله، يعني ما فيش وجوه جديده، فعشان مش تجانس، لكن نقدر نقول ان هم يستعيدوا الروح، يستعيدوا الرغبه اللي حضرتك قلت عليها، لان الروح والرغبه دول بيفرقوا كتير جدا جدا. واهم حاجه ربنا يسترها معانا يوم 14 يوم مباراه كوريا الجنوبيه، مباراه وديه، مباراه لمنتخب مصر. نتمنى التوفيق لمنتخب مصر، وهارد لك لكل المصريين النهاردة على الخسارة، وإن شاء الله منتخب مصر يرجع قريب. كان معكم أحمد عصام وكابتن عادل عقل من تلفزيون اليوم السابع، بنشكر حضراتكم على طيب المتابعة.